أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. يسرني أن أكون مضيفكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الزمن الجميل. في العام 1395 هجرية عرض التلفزيون السعودي مسرحية مصرية بعنوان جلفة دان هانم، وهذه المسرحية قمة في الكوميديا، وكانت من بطولة نعيمة وصفي ومحمد عوض وأشرف عبد الغفور وآخرين. دعونا نستمتع معا بمقاطع من هذه المسرحية. اسمع اسمع عشان نعرف غياب. بدأوا كنين يا فندم. فهم السواء يا فندم. عيوشة وصيفة عزمتك ولد. سوس! مخيك! عقليك! قولي وصيفة عظمتك من غير فلد. حاضر يا ست هاني. يسمع فلد عبد الشكور. نعم ست هاني نعم. اسمع. نعم. اعمل خصم 5 يوم 6 يوم علشان زوجة حضراتكم. حاضر ست هاني. اسمع فلد عبد الشكور. نعم ست هاني. اعمل خصم 9 يوم علشان حضراتكم. الله. طب انا ذنبي يا استهان. علشان تتجوزي حيوانة. اسمي بعده فال. مين دي اقف هنا؟ مين دي؟ حمارة. مين دي؟ عبد الباسط السفراج يا استهان. اها فين حمارة دي؟ ليه مش تقف في طابورات؟ راح اشتري الفاكهة يا استهان. هما راضي مش تعرف مع الطابورات تفتيش؟ ما سيبتك اللي بعتيها استهانة. شوش! ممنوع مناقشات أثناء طابورات. اسمع فلط. لا. خص 10 يوم عشان مناقشات. طب أسألك يا استهانة. شوش! اعمل كمان خصم 9 يوم علشان فلط سفرالي. حاضر استهانة. اسمي بعده فلط. حفيظة خدامة عظمتك يا ستهانة. شو جوزار. شو جوزة الحفيظة. شو جوزة الحفيظة. اسمع بلد عبد الشكور. اعمل مكافآت كبيرة علشان حفيظة. كيف كده استهان؟ 5 سال بلد. اسمي بعده بلد. عثمان الشماشرقي يا فندم. توظف عنزيم. توظف. اسمي بعده ولد. خلاص يا فندم. عيوشه 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 اعمل تكبيسات. حاضر يا ست هاني. بين اكتاف حضرتنا. كوكموس والله رأوه. كوكموس والله. دوسي فلد دوسي فلد. انتي ازاي مش عادتيها؟ عشان ايه مش عادتيها؟ عشان ايه مش عادتيها؟ يمين يا فندم اللي مش عادتيها؟ احصل جوازات من ابننا لفلاحين عشان انتي تعديها. عشان ايه مش عادتيها؟ يفدم كان بكل ممنونية بس ما عنديش اسم الونسي. والله كان بكل ادم سيس سوس خرسيس. بس استني ما هو بس انا مش فاهم حاجه. ممكن سيادتك يعني شويه ايضاح. ايضاحات. سوس سوس جلبوريا. بلد جلبوريا. كابوريا جلبوريا. بلد جلبوريا. اهو يا فندم. جلبوريا جلبوريا. ايه انتي جايه منين؟ طلعتي من هنا منين؟ هو مش معقول هكون في العتبه استنى. انا في المكتبه بعمل اطلاعات. مكتبه عظيمه والله يا استنى. ايفات ايفات مكتبه هايله. ايفات مش موجود زيها في الشرق الاوسط. ايفات ايفات. انتي ليه تدخلي مكتبه عظمتنا؟
وقدم سيادتك. اسمع فلط، يجينا اذن بتشحيتات تسليفات. لا فلط، عشان مكتبه حضرتنا مش عشان تشحيتات تسليفات حمارة زيك. بس استنى، سوس حمارة زي برضه محتاجه لسوس. سوس سوس فلط، سوس صوص بلط. الكتب دي ارجع مكتب. وايه اللي صوص صوص صوص؟ هما كم صوص يا استاذ؟ صوص كتب دي ارجع مكتب. طب ارجعها يا استاذ بس ولو كتابين اتنين بس ده لا ولا ورقه بلط. طب كتاب واحد ولا ورقه بلط. ملزمه ولا ورقه بلط. عبد الشكور عبد الشكور الله عبد الشكور. خذي كتب من حضرتها رجعيها مكتبها. هات سعاده انا هرجعها بس هات سعاده مش تدخل جوا تاني. انت حراميه فات الجيوب حقك. جيوبه يا خبر اسود. انا لعيب استلم ما وصلش لدرجاتي ابدا. طب هات سعاده هات سعاده رجع كتب. اتفضل يا اخوي اتفضل. هات يا اخوي اتفضل. طب سعاده حرام يا عم المكتبه دي تتحرم على الناس. عثمان الله. وعثمان تاني ليه؟ عثمان. طب انا امشي. امسك حضرتها طلعيها على بقى. يلا يا استاذ برا يا استاذ اتفضل. سكتر برا سكتر. ايه ما تستنى ايه اللي كابور يا سوس كابور يا بفاك بفاك. هو ايه ما تستنى شويه كلمه واحده استنى. سكتر برا امشي في عثمان. ما تتهدى من تراخك. يلا يلا كلمه واحده. الا وهو دوهين امام التلفزيون مدام يعني قبال هالحق التلفزيون على محاور هالمسلسل. طبعا التصوير متواضع اللي هو كان داخلي مشاهد مصورة داخلية والخيمة، لكن كانوا الناس مذهولين ببعض الجمل البدوية وبعض الأغاني اللي كانت تقدمها سميرة توفيق. وهذا المسلسل مثل ما قلتكم نجح نجاح باهر، ولا طبعا نزل في أيام الزمن الجميل الحلو اللي احنا نبي نحكي عنه. وفي كثير أنا متأكد ان في كثير من الجيل اللي طالع ما شاهد هالمسلسل. خلينا نشوف بعض اللقطات منه لعلنا نستمتع. وايش تريد يا شدهان؟ عجايب هذه الدنيا من غير اي سلام تسألني؟ قواك الله يا حكيم. مرحبا بك حياك الله. سألت عنك اهل بيتك قالوا لي انك في بيت الشيخ طراط. وايش لك عندي يا شدهان؟ يا هلا يا هلا بعمتي عليا عساك بخير. من وين الخير يا حسرة القلب؟ اتفضلوا اتفضلوا تفضل. ما قلت لي وايش تريد يا شدهان؟ قبل الكلام اريد جحشي ياكل. جحشي جوعان ويريد شويه تبن تلقاه خلف الخيمه يا جوهر. ايه شدهان ما بيوم جيت هذه الديره وكان جحشك لدعر الشبعان. سير يا جوهر سير وقدم العلف الحمار. ويش تريد يا شدهان؟ أنا القضية. عجائب هذه الدنيا ويش اللي مخليني أرتبك؟ قول يا شدهان قول. الحقيقة أرسلني إليك شداد يا حكيم. شداد؟ أنت تقابل شداد يا شدهان؟ أنا بالحقيقة التقيت به صدفة. صدفة يا عمتي، كنت أعبر وادي القطر وفجأة وسمعت من غابة من مغارة قريبة مني صوت سعال يقطع نياط القلب. قلت لنفسي لابد في إنسان يحتاج للمساعدة. أنا قلبي رقيق وعطوف يا خالة، أريد فعل الخير وبذل المعروف. دخلت المغارة لقيت شداد بحالة ما تسر حتى العدوان. مسكين مسكين. هذا اللي تقول عليه مسكين يستاهل في قلبه سكين. يا خالة خلي قلبك لله، الراجل مريض ويستاهل الرحمة. لقيت شداد بحالة يعاني سكرات الموت، يسعل ويبصق دم نحيل نحيل مثل الخيال. شداد يريدك يا حكيم، يريدك تلقاله علاج تخفف عنه آلام ما تحملها جبال الرواسي. شداد مغضوب عليه ومهدور الدم والشيخ طراد ما يقبل أروح أداويه. لا يا حكيم، شداد أصبح إنسان آخر غير ذاك الشرير الحقود. ست الملاح نجود في بيت أهلها؟ عجايب هذه الدنيا. شداد يستاهل العطف والرحمة يا حكيم،
سير إليه وداوي لعل الله يشفيه. الفقرة التالية رايحة تكون من مسلسل من لبنان الشقيق، مسلسل التائه. هذا المسلسل شارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين المعروفين في لبنان، ومنهم محمود سعيد طبعا، وفاء طربية، صلاح مخللاتي. هذا المسلسل كان عام 1391 هجرية. المسلسل مميز ليش؟ لأنه أخذ عن الرواية المعروفة مرتفعات وذرينغ. لذلك يسعدنا أنه نقدم لكم هذه الفقرة من الزمن الجميل فعلا، زمن الأبيض والأسود، واللي رايحين نتكلم فيما بعد عن تلك الفترة والمسلسلات التي قدمت فيها. لكن تعالوا معنا عشان لا نضيع الوقت نشوف هذه اللقطة الجميلة من مسلسل التائه عام 1391 هجرية من لبنان الشقيق. ارفع الطعام يا يوسف. لا أريد. ارفع الطعام. لن أفعل. منذ أيام لم تذق سوى الماء وقليل من القهوة. لا رغبة لي يا يوسف، ربما لعلة في جسدي. أتظنني غبياً يا سيد غريب؟ العلة ليست في جسدك، إنها هنا، هنا يا سيدي. لست غبياً يا يوسف، وإن كنت معجباً بذكائك فلا تثقل به كاهلي. تكاد تحطم نفسك بالسير وسط أشواك تمزق جسدك وترفض النصح. اسمعني يا يوسف وإلا فاصمت. لو سمح لي بالكلام أسمعتك الكثير يا سيدي. قل وتجنب الثرثرة فلا فائدة منها. أصبحت كالنار تأكل بعضها، تيار يعصف داخل نفسك يكاد يضيع صوابك، تتفاعل بأحاسيس متضاربة، الطيبة والشر، الحب والحقد. على من أعلنت الحرب يا سيد غريب؟ لمن تريد الهزيمة؟ أعلنت الحرب على نفسك بنفسك، هزمت الروح الطيبة داخل صدرك ونصرت روح الشر. لماذا؟ من أجل ماذا؟ أصمت يا يوسف. لن أصمت يا سيد غريب. عشت في هذا القصر 3 أجيال وآن لي أن أتكلم. أنت تسير في طريق الحقد والضغينة، ولم يجر أحد على مواجهتك بالحقيقة المرة، ولكني أفعل الآن. ما الهدف من هذا؟ ماذا تريد؟ لماذا أنت صامت ساكت؟ لما لا ترغب في الطعام؟ لما لم تذق طعم النوم منذ 3 أيام؟ أنا أعلم يا سيدي. أجل، أنا أعلم. كف لسانك يا يوسف. كل هذا لأنك لم تعد ترى نجمة. عندما كنت تراها كنت تذب شوقا وتشعر بالسعادة. رغم هذا لم تكن المسكينة اللي ترى على وجهك سوى الحقد والضغينة. أخوتي الكرام، الآن نقدم لكم
مسرح العرايس خرج ابراهيم الحمدان. هذه انا مسرح العرايس انا اشتركت فيه ومع زملائي، ومسرح العرايس اول ما سووا مسرح العرايس في السعوديه هنا، لكن الحين لا تطوروا، الحين صار كرتون، يعني صار فيه يعني حاجات فنيه احسن من الاول، لكن رغم انه قديم لكن له نكهة ولو طعم، يعني لأنه من الماضي والماضي ما ينسي. عيالنا اللي ربيناهم وكل شيء يقوم يسوون بالأسواد هذه، يعني أمصرنا شيبان وطعنا وانهارت أعصابنا وقضى خيرنا وأقبل خيرهم، يروحون يتنكرون علينا، أحول ولا قوة إلا بالله. ها وش عندك انت يا ابراهيم؟ وش تبين اسوي بس الحين؟ انا شايف الشوفه وشايف وش عندي فيه. ولا انا بعد ما انا بشايفه، انا شايفه كل شيء، انا شايفه والله السمرقع، انا شايفه البهدله والغربله. يا ابو ابراهيم انا والله ما انا قادر اصبر، ولا مني قلت له شيء يا ولدي، تعوذ من الشيطان، لا تقدر زوجتك اكثر مني انا. هالحين وشو هالحكي؟ بس وش نقول؟ بس ايه وش نقول؟ انا اللي اعرف وش نقول. نروح سلمت الله لاخوي، اغاديه يقرق عليه، اغاديه يكسر راسه لنا، اغاديه ينصحه. هذا شيء والله ما انا مصابر، انا ما اقدر اصبر ولا بصدري نعذبه، هذا رجال سمير ولا نقدر نقول له شيء. وش الحين تحت رحمه الله ثم رحمته؟ ها وش رايد؟ والله بكيفك. انا اقول غادينا نقول لاخوك وغادي يدخل في الموضوع. احنا رجال المنش حينصب على الحاله، امهم يحطونها بجنب الدجاج بغرفه هناك مرميه هناك مجدوعه، عاوزين اني مالي والي ولا زاني. هذه حاله دي. ايه طيب، ما احنا اللي جينا نروح لاخوي ونقول له. هو كنت قلت له تتلمحت له، لكن انت عاد غلق الناقص وقل له كل شيء، كل اللي براسك قله لاخوك، وترى اخوك رجال طيب ويمكن يقبل منه ولدك هذا ولا كذا. ما يستحي والله، ما يستحي ولا يخاف من الله، ولا عاد اكثر من احترام الوالدين اكثر من حول ولا قوة إلا بالله. بس لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يريد منها خير بس. والله إنه وقت مبروك، والله إنه وقت يوحش يا أبو إبراهيم. إيه يوحش، وحشونا عيالنا، هم اللي وحشونا. زين أجلنا بروح لأخوي. ها توكل على الله. وش أقول يا إبراهيم؟ والله طال عمرك، أنا وش أقول؟ أنا أقول يا سبيل الخير، أنا يعني ما أعتقد أن جاء مني خطأ يا عمي، الله يهدينا وياك. أنت يظهر أنكم حطيتوا الحبة قبة، والمسألة كلها بسيطة جدا يا أخي. بسيطة والله يا ابن الحلال، لا هي بسيطة ولا شيء. هذا وأنا عمك أبوك وأمك، يعني الحقيقة وأنا عمك الأم والأبو لازم تقدرهم ولازم تحترمهم. طيب يا عمي الله يرضى عليك، أنا من مقدرهم ومحترمهم. وشلون تحترمهم وتقدرهم وانت سلمك الله مخلين أمك مطلعها من البيت ومحط لها حجرة هناك عند الدجاج، وبعدين أبوك محطه بواب؟ هذا منطق يا ابن الحلال يا إبراهيم؟ أن ترضى أن عيالك يسوون بك أسوات هذه؟ أمك مالها دبرة بالبيت لا تشاورونها ولا تأخذون رأيها، ولا إلى منك بغت تكسي زوجتك تكسيها، ولا أبوك بحاجة للقرش ما تعطي شيء. والله طال عمرك الحقيقة، هذه زوجتي واسمع وش تقول، هي الشهود. هل أنا عمري قصرت عليهم بشيء يا سالم؟ لا والله ما عمرك قصر عليهم غير بالدبت، والله دائما يعطيهم ودائما يكب عليهم ودائما الله يشري لها البشت والبشتين، ودائما يفرش له، ودائما أنا اللي يفرش له وينظف فراشه وكل شيء، ونكنس لهم وننظف لهم، وما خلينا عليهم قصنا بالدبت.
انسانهم قايل لك شيء يا عمي، افتراهم الله انهم غلطانين، افتراهم الله ما عندهم سالفه، بس هم يحاولون يعقدون اشوش وراه كذا. ليش؟ لان زوجي، لانه يقدرني، ما يبون يقدر زوجته، هذا ما هو منطق ولا هو كلام. يا بنت هذا لا شفتي اسكتي، بسم الله الرحمن الرحيم، اكلتها بلسانه. تبين اتكلم معك انت يا ابراهيم؟ خل هذه تسكت. لا بلا ما نسكت. لا قول سكتي. اسكتي يا بنت الحلال، قومي طلعي برا. بس قومي انت، الظاهر ان ما ما ما, ما تقدرين حتى الشايب هذا، قومي طلعي. طيب اطلعي ولا اطلع؟ وش تقول طعامك ذا هنا؟ انا اقول يا ابن الحلال غير طبعك، فضح انفضحته بالناس، انفضحته. جيرانكم دريوا عنكم، اصحابكم دريوا عنكم، الناس كلها تتحدث عنكم، كل الناس صرت حشيت المجالس. لا يصير يا ابن الحلال، ما يمكن، والله ترى رقيب عتيد شديد العقاب، والجنة تحت أقدام الوالدين. ما يمكن يا ابن الحلال أنك تسوي بوالديك هالشكل هذا، ما يمكن، ولا هو منطق هذا، والله العظيم تراك تندم، ولا لكل الله ثم والديك. نسيت يا من أبوك، أنت نسيت يا من أبوك، سلام الله يسلف ويكد عليكم ويروح يطرش منا ومنا ويسافر ويجي ويعطيكم وكل حال نسيت. مشاهدين الأعزاء، وأنتم تتابعون فقرات الزمن الجميل، اسعدنا في هالفقرة أن نقدم عمل يمكن كان على أيامها هو الأول كمسلسل من 30 حلقة أذيعت في شهر رمضان. كان التلفزيون يحرص على أنه كل المواد المقدمة من مسلسلات وبرامج لقاءات وحوارات وأطفال إنها تكون من إنتاج محلي، يعني من المحطة الرئيسية في الرياض أو من الاستوديوهات في المناطق المختلفة مثل القصيم وجدة والدمام والمدينة. فاعل خير كون فريق عمل من أخواتنا وأخواننا الممثلين والممثلات، وكنا يعني نعد على الأصابع لعمل كبير لأول مرة 30 حلقة في شهر رمضان. قدمنا أشياء كثيرة في التلفزيون، ومن ضمن هذا المسلسل اللي أعد وأخرج الزميل والأخ العزيز إبراهيم الحمدان يكون يشوفنا الآن ونحن نسافر عبر الزمن لمحطة إنجازاتنا في زمننا الجميل. هذا المسلسل اشترك فيه مجموعة من الأخوات، أتذكر إن كان ماني مخطئة الزميلة ناريمان حمزة وسناء يونس، من الزملاء عبد الكريم عبد الرحمن الخطيب، علي إبراهيم، أيضا علي الهويريني. وهذه المجموعة تميزت أنها تشارك في كثير من الأعمال، والشيء اللي لازلت أذكره أثناء، وطبعا أنا كنت واحدة من اللي شاركوا في هالمسلسل، وتستغربون أني كنت أعمل وأشارك في الدراما. طبعا هي كانت تجربة، وما أدري، أنا ما شفت ولا حلقة صراحة من المسلسل، لكن الشيء الجميل أنه كنا نحن ننتجها، وكانت تجمعنا كإخوة وأخوات، الكل فينا يحمل التقدير والاحترام للثاني. إمكاناتنا كانت بسيطة جدا في المبنى، المكان، في أجهزة، نحلل المساء، ندخل بالشمس ونطلع على القمر، ناكل، نجيب أكلنا وكذا، على أساس التسجيل صعب، ونعيد ونزيد. والشيء اللي نضحك عليه الآن أو تضحكوا معايا الآن، إنه إذا نحن غلطنا، فينا واحد من الممثلين غلط وفي موقف من المواقف، وهذه حاصلة طبعا، نعيد من أول المسلسل، أو عفوا من أول العمل، حتى لو كان ساعة أو ساعتين، حتى نعيد المشهد اللي سويناه، لأنه ما كان الأجهزة حساسة ولا تقنيتها متطورة للمونتاج
يعني ترتيب المشاهد مثل الآن طبعا بالدقة الرقمية، فكنا الواحد مننا يخاف جدا أنه يتورط في غلطة ويورط الباقيين كلهم عشان يعيدوا المواقف السابقة في المشاهد اللي نحن ما صدقنا نتخلص منها. فاعل خير مثل ما قلت إعداد وتقديم زميلنا إبراهيم الحمدان ومجموعة الممثلين الزملاء اللي ذكرت أسماءهم وكنت أنا معاهم. إيش رأيكم أنا وإنتوا نشوف هاللقطة أو المشهد من فاعل خير؟ وكانت الأنباء ألف فا تقول لسه ما لقيوه. ألف فا؟ أيوه ألف فا. إيش تطلع ألف فا هذه؟ أنا أقول لك اسمعي. قول. ألف معناها أم فتحي. وفاء لا قصدي ألف يعني أم بعدين فاء يعني أم فتحي. ما هي ستي بتنقل أخبار العمارة حق هدول لهدول وهدول لهدول ومسوية ما شاء الله مكتب خدمات بالمجان لوجه الله تعالى. أيوة قلتي. تقولي لسه ما لقيوه. أنا فكرت ألف فاء هذه اللي بسمعها في الراديو اللي بيقولوا إيش السوشي فريس. يا بنتي أنت من علم الثقافة كلها. لا يكون مرزوق هذا مرزوق فريس. شايرة تتكلم يسريالي في الفيديو. انت اللي مسقفة بس اخذ الدنيا تريقة. ساعة ثقافتك زادت اليومين. لا انت اللي مسقفة يا خالي. ايه فرح فرح هيا انت ما كوب الزبائن عيش فيها. يا ستي لا تكب فيها تجيب لنا مشكلة من فرج الله يعطيه بالعافية. بطلعي خاصمني وبهدلني اسمعي مني. ايه على قول ابو راشدة فعليت انت تكبيها من هنا حطيها في كيس نايل وحطيها عند الباب بلا فضايح. خير يا شيخ الله يرحم ايام دلال. كل شيء يتغير ما يقعد على عهده يا ستي. كله منك انت يا عمر ومانا يعني. انت لو وافقتي كذا وقبلتي انك تتجوزي كان ما صار اللي صار. ما في عينك وانا ايش دخلني بينك وبينه اما والله عاد. ها طيب طيب اعصابك اعصابك يا ستي. يعني المساله كلها بسيطه. انت تتجوزي من هنا والمسألة كلها تنحل من هنا بكل بساطة. جاك حل وسطك يا ايش اقول عنك. ليه قالوا لك علي انا مرمية في الزقاق ضربة اما والله عاد. يا ستي هذا راسه الف سيف اللي يتجوز رمانة غير هذا الكلام ما يفهم مخه كذا ناشف عم ابو راشد. انا اقول لك اتجوز بنت ابو العزم. بنت ابو العزم؟ ايه انا الحين يا بنت الحلال بقول لك ما يبغى يتجوز غير رمانة وبس. ابو العزم ما ابو العزم ما يفهم شيء. طيب مو بنت ابو العزم اسمها رمانة؟ ها وكيف يعني يعني ابو العزم بنته اسمها رمانة؟ ما هو دحين انت رمانة اللي قدامي. تقصد رمانة بنت ابو العزم. اتركك منها هي بتتريق. يا ستي خلينا نفهم. طيب انت خلوني افهم القصة. قولي لي قولي يا رمانة تكلمي. ما في لا قصة ولا مسة. روح انت وعمك ابو راشد تدردبوا على بيت ابو العزم وشوفوا الهرجة معاه. يلا واقف ليه يلا. طيب خلوني افهم يا جماعة خلوني فهموني. يعني هو ابو العزم عنده بنت؟ الفقرة الجاية هذه هي مسلسل من أجمل المسلسلات اللي مثلت فيها، أو يمكن هو انطلاقتي الحقيقية للتمثيل. المسلسل هذا هو أول مسلسل أخذ فيه بطولة مطلقة، وأعتقد أيضا أن أول مرحلة الملون وأيضا أول عمل إنتاج خارج التلفزيون. المسلسل هذا اسمه شمعة تحترق. وفي تلك الأيام ترك صدى واسع جدا جدا. من أشهر ممثلين العمل هذا أو الممثلين اللي مثلوا في العمل هذا عبد الرحمن الغريجي، علي إبراهيم، رشيد المنصور، مريم الغضبان من الكويت الله يرحمها، زينب الضاحي،
وعدد آخر كبير من الممثلين. المسلسل كان تدور أحداثه حول الصراع بين عائلتين في مواضيع اجتماعية عادية مثل الزواج والتجارة وبعض المشاكل الأسرية العادية جدا، لكن كان في قالب محبب وقالب جديد في وقتها. المسلسل كان من تأليف فوزي بدوي وإخراج المخرج منذر النفوري. شمعة تحترق. يا سيدي ألف مبروك وعقبال نجاح النهائي إن شاء الله والتخصص. الله يبارك فيك أبو سراج، مبروك بعد أنت يا أخي، ما شاء الله عليك، ما أخذ تقدير ممتاز الحقيقة. أهنيك من كل قلبي. الله يسلمك. ما أعتقد أنك تنجح يا أبو عابد. أنا ما أنجح يا عمر. ليه؟ تقول ليش؟ إيه؟ كل هالمشاكل اللي مرت عليك والهموم اللي دارت في طاسة راسك، كل هذا وتصير من عشر الأوال؟ ما شاء الله عندك عقل ذري. اكترونا يا غلبي. ذري عمر، أنا أخوك راح الكثير وما عاد بقي إلا القليل. ولما قالوا يعني من جد وجد ومن زرع حصد. أنا عندي أمل يا عمر لازم أحققه بمشيئة الله. إلا قل يا أبو عابد، إيش صار موقفك في الموضوع؟ أي موضوع؟ يا أبو عابد أي موضوع؟ موضوع زواج بنت عمك الله يهديك. أرجوك يا عمر، أرجوك إنك لا تفتح الموضوع هذا. أنا عندي اقتراح أبغى أطرح عليك تغيظ فيها هي وزوجها، إيش رأيك؟ أرجوك يا عمر خل اقتراحك في صدرك. الله يسعدها، الله يسعدها وين ما وجهت. ألو مين؟ أنا منصور. منصور؟ إيه؟ يا حلا يا حلا وغلب أخوي، وشلونك يا منصور؟ وحشتوني. طيب الله يسلمك. منصور شلون الوالد والوالدة؟ عساهم بخير، ليش تأخرت وأنا بانتظاركم؟ بالنسبة للوالد والوالدة في طريقهم لتس، بالنسبة لي اعذريني ماني جاي. منصور لا لازم تجي، أنا أبغى أشوفك يا أخوي. أسمع اعذريني عندي ارتباطات وما أقدر أجي. قصدك تنفذ اللي قلته؟ ما تطب لي بيت؟ لا يا أخوي أنا أختك، أنا بحاجة لك، فرج عن مصيبتي. أسمع في شيء؟ أسمع ليش ما تردين قولي لي في شيء؟ لا أبدا ما في شيء، سلامتك بس أبقى بجنبي. أسمع لا تخلي سألك على علي إيش مني. أسمع خليك صريحة معي وقولي لي أنت سعيدة مع علي ولا لا؟ طبعا طبعا سعيدة معه، وأنا أبقى أشوفك لازم تجي. طيب طيب أنا أحاول أفضي نفسي وأجي فمالنا. منصور منصور أتمنى إن شاء الله أن ألقاكم مستقبلا في أي لقاء أو في أي برنامج، وسوف تلتقون إن شاء الله في الحلقات القادمة بزملاء من نفس المهنة وفي نفس المجال، وأتمنى أيضا أن تقضوا معهم إن شاء الله أوقات ممتعة. سعدت بتواجدي معكم وأقول لكم في أمان الله وشكرا لكم.